الحمد لله في نجاحات. طايره لو احنا لسه مستمرين يمكن في احتفالنا وبنحتفل بيهم هنا في البيت الكبير. ومعانا كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا فندم. يا كابتن مبروك يا كابتن. كابتن عبد الله ازيك؟ بنقول لك مبروك ويعني نص مبروك عشان مبروك الكبير ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. يعني لكن قول لنا بتستعدوا ازاي بقى يا كابتن عبد الله؟ طبعا الحمد لله رب العالمين. برحب بحضراتكم وبرحب بالاهلي وبقول للجهاز الفني المحترم النهارده مبروك لعبتنا الرجاله. الف مبروك واعضاء مجلس الاداره. طبعا نرف مهمه وخطوه مهمه ان احنا نصعد نهائي ونحافظ على الكاس. خلاص اتقفلت وزي ما يعني الكابتن هاني بيتكلم بيقول خلاص ده مبروك مبروك فعلا. يعني كده خلاص صفحه النهارده خلاص خلاص مريح. كان ان شاء الله كابتن بالتوفيق. المباراه مباراه صعبه، عارفين فريق طلائع الجيش ايضا من الفرق المميزه على مستوى كره الطايره وهتكون مباراه صعبه. لكن انا بتكلم كمان كابتن وانت تشاركني في المناقشه ان دايما اهداف الجهاز الفني واهداف اللعيبه دايما هي النظر للبطوله بغض النظر عن خسارتك مباراه في خلال السيزون، دي ما بتفرقش كتير قوي. لكن دايما التاريخ بيقول او التاريخ بيتكتب من خلال البطولات وليس من خلال مباراه في وسط هذه البطوله. تليفون فصل تليفون فصل واحنا هنحاول ان احنا برضو نتواصل مع كابتن عبد الله تاني كابتن الفريق. لكن عايزين نقول ان دي ده اللقب رقم 32 تقريبا، فلسه ان شاء الله يعني قطعوا شوط كبير جدا ان شاء الله يكملوه على خير يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. واحنا يعني لسه بنحتفل بحصد اللقب. صحيح يعني الكره الطايره على المستوى كمان الثلاثيه، يعني انت احنا دايما بنتكلم الثلاثيه في كره القدم بتبقى دوري وكاس وبطولة افريقيا، احنا كمان بنتكلم دوري وبطولة عربية وكاس الكاس. النادي الاهلي زي ما بقول هو بطل الدوري، دي البطولة اللي خدها في دولاب بطولاته. بتكلم على البطولة العربية ايضا النادي الاهلي هو بطل البطولة العربية. ونكمل مع الكابتن عبد الله بقى في البطولة كمان زي ما بتكلم كابتن عبد الله كنا بتكلم على الثلاثية. زي دايما ما بنقول الثلاثية في كرة القدم اكيد انتوا كمان عندكم طموح الثلاثية بعد بطولة الدوري والحصول على بطولة الدوري في البطولة العربية كمان ناقص ان شاء الله يوم الاربعاء التتويج بالثلاثية وكاس مصر ان شاء الله. طبعا ان شاء الله بعمل يا كابتن باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله زي ما حضرتك. طبعا احنا النادي الاهلي ومتعودين طبعا نبقى رقم واحد في كل الالعاب ودي حاجه مش غريبه علينا خالص. متعودين طبعا نلعب على المركز الاول اكيد ان شاء الله رب العالمين. بنسعى جاهدين ان شاء الله رب العالمين والاربع باذن الله اللي نحافظ على الكاس باذن الله ونحقق الثلاثيه ان شاء الله. وربنا اذن ان شاء الله والموسم يكمل بالبطوله الافريقيه ان شاء الله نستعدلها برضه باذن الله ونحقق البطوله الرابعه باذن الله رب العالمين. دي هتبقى رباعيه كمان ان شاء الله. يعني كمان في بطوله افريقيه ان شاء الله تتوجوا بيها وتوصلوا ليها. لكن قبل يعني قبل ما الخط يتقطع كنت بسالك سؤال واتكلمت فيه مع الكابتن محمد مصلحي طبعا مدرب الفريق ان دايما ساعات يعني الناس بتتكلم اصل ده خسر مننا او ما خسرش مننا. انتوا كلاعيبه وكجهاز فني دايما بتبصوا على بطوله، ممكن جدا وارد ان الظروف فنيه انك تخسر مباراه من الفريق المنافس في مشوار البطوله، لكن الاهم هو الرد انك بتكسب هذه البطوله وبتبقى البطوله باسم النادي الاهلي. مظبوط كلامك صح يا كابتن هاني. طبعا حصل اخفاق في الدوري حصل كان ليه بعض الظروف. الفرقه كان في ناس اول اخفاق حصل كان الناس متجمعه مع المنتخب من شهر 5 اللي فات. عندنا الحمد لله رب العالمين عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي موجوده في المنتخب. لعبوا بطوله افريقيه ولعبوا تصفيات اولمبيات ولعبوا العاب افريقيه مع المنتخب. طبعا الناس راجعه الانديه بتاعتنا رجعنا في شهر 11 وبعد كده كملنا تصفيات الاولمبيات ورجعنا بعد تصفيات الاولمبيات كملنا الدوري على طول. بعد كتير من اللعيبه طبعا كان في حاله ارهاق جامده لازمه اللعيبه بتاعتنا. حصل اخفاق في الدور الاولاني، الدور الثاني كنا حسنا الامور. الجهاز الفني طبعا شارك بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت وكان المفروض برضو ان احنا نكسب بس الحق يعني ما حصلش توفيق. حصل سوء توفيق لينا كان الزمالك موفق شويه بس خلاص المباراه كانت عدت خلاص. فساعدنا ان احنا خلاص لازم مباراه الكاس دي خير دليل وخير رد للناس ان احنا الحمد لله فرق بطوله وفرقه كبيره والحمد لله رب العالمين. قدرنا نحسم النهارده اللقاء بخبرتنا وبشبابنا. ده اللي كنت اسالك فيه استعديتوا ازاي؟ انتوا كسبتوا ان شاء يعني النهارده ثلاث اشواط نظيفه للا شيء، فده استعديتوا ليه ازاي وحضرتوا له ازاي يا كابتن عبد الله؟
طبعا بعد مباراه الدوري خلاص قفلنا صفحه الدوري وخلاص عندنا لسه ما خلصناش الموسم عشان الفرحه بتاعتنا تكمل زي ما بيقولوا. كنا طبعا الناس كلها مستنيه طبعا بعد ماتش الكاس. اخذنا اجازتنا اللي هو ريحنا يوم بعد مباراه الدوري. الجهاز الفني طبعا ابتدينا نركز في التمارين ونركز في المحاضرات بتاعتنا. استعدينا بشكل كويس جدا للمباراه، ادينا الفريق الخصم اهتمامه والحمد لله رب العالمين ادت النهارده السكور يبقى بشكل الحمد لله رب العالمين فارق في السكور والاداء كمان النهارده كل لعيبه ادت بشكل جميل جدا والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا النهارده اداء ونتيجه واستحقاق يعني الحمد لله رب العالمين. نثبت للناس ان احنا الحمد لله رب العالمين فريق بطوله وفريق رقم واحد في مصر الحمد لله رب العالمين وفي افريقيا باذن الله. ملوك الصالات. اكيد اكيد كابتن، عايز برضه اكلمك من خلال كلامي مع كابتن محمد مصلحي. هو قال جمله ان هو ركز بشكل كبير جدا وتغلب على بعض الصعوبات داخل الملعب. احنا عارفين يمكن ملعب كره القدم ملعب كبير قوي واسع، الاحتكاك ممكن يكون على فترات، لكن الملعب كره الطايره ملعب صغير والصوت مسموع بشكل كبير، وممكن جدا الخصم لما بيلاقيك متفوق عليه ممكن يلجأ لبعض الحاجات الاخرى انه يطلعك من تركيزك، انه حد يقول كلمه يخرج اللعيب عن تركيزه. برضه اعتقد المباريات اللي زي ديت مباراه كبيره امام نادي الزمالك، اكيد لما نادي الزمالك بيلاقيك متفوق ممكن يعني يخش في المنطقه ديت. لكن كابتن محمد قال ان احنا كمان ركزنا، وانت كلاعب في الملعب بتعدي النقطه دي ازاي او بتحافظ على تركيزك ازاي؟ مظبوط يا كابتن. يعني احنا لعبتنا طبعا غير لعب كره القدم، احنا لعبتنا طبعا زي ما بيقولوا ممكن يحصل وقت تقطع، ممكن لاعب يعترض على الحكم يوقف المباراه مثلا لمده دقيقه، ممكن حد يطلب اي حد من عمال الصاله الملعب يطلب من الحكم يقول الملعب مطرح ما اللعيب وقع في ميه فحد يدخل. فطبعا كل ده في لعبتنا يعني ال 30 ثانيه او 45 ثانيه ممكن يخلوا الفرقه تفرق عن الثانيه في يوم. فالحمد لله رب العالمين يعني احنا على طول الوقت كنا واخدين تعليمات مهما حصل تحكيم او حصل اي حاجه لازم نكون زي ما احنا مركزين. لو الحكم حصل مثلا بوينت علينا غلط لا مفيش مشاكل خالص، نفضل زي ما احنا مركزين. والحمد لله رب العالمين ابتدينا مركزين الشوط الاول والثاني والثالث الحمد لله رب العالمين. او ممكن يكون الكور قفل شويه عشان اللعيبه عندنا يعني حصل بعض الاستعجال شويه عشان نخرج من الماتش بصوره كويسه جدا، بس الحمد لله رب العالمين حصل بعض الشد وجذب كيمي الجهاز، بس الحمد لله رب العالمين خرجنا بنخش على بر الامان الحمد لله. انت قائد الفريق يا كابتن عبد الله ولاعب كبير في الفريق، ازاي بتحتضن او بتعمل على احتواء اللعيبه باقي زمايلك، وايه النصائح اللي لما بتقعد معاهم كده بتوجهها ليهم للعناصر كمان الجديده اللي داخل الفريق يعني جداد؟ طبعا اول حاجه الحمد لله رب العالمين دي من سر نجاح فرقتنا اللي احنا كلنا يعني بنتعامل كاخوات الكبير والصغير بنتعامل مع بعض ان احنا واحد مفيش مشاكل خالص بينا. مش انا لوحدي والله اللي بساعد الناس الصغيرين، لا في احمد صلاح معايا وفي حسام يوسف وفي عبد اللطيف محمد عبد المنعم في ناس كبار كلها اللي زي عبد الله بتساعد الناس الصغيرين، فمش واحد بس بيوصل المعلومه، لا كلنا الحمد لله رب العالمين بنقدر ناثر على بعض بنسمع تعليمات بعض، لو حد شايف حاجه كلنا بننبه بعض. فدي الحمد لله رب العالمين دي من سر نجاحنا في الفرقه بتاعتنا، لكل الناس كلنا بنسمع بعضينا وكلنا بنفهم بعضينا والحمد لله رب العالمين يعني ربنا يديم الحب بينا. هي دي مدرسه النادي الاهلي يا كابتن. وخلينا اقول برضو في اعتقد سؤال مرتبط بالكوره وبطولات الكوره، اكيد طبعا يعني متابعين نجاحات النادي الاهلي على مستوى الدوري، ده كمان بيديكوا يا كابتن لما بتلاقوا النادي الاهلي بيكسب البطوله قبلها بسبع اسابيع بيديكوا كمان حافز، والكابتن محمد مصلحي بيديكوا مثال وبيديكوا دفعه معنويه، يعني بيبقى النادي الاهلي في كره القدم او فريق كره القدم بيبقى بالنسبه لكم هو اللي بيشد من ازركم وبيديكوا كمان دفعه ان انتم ان شاء الله كمان تحققوا بطوله الدوري السنه دي. اكيد طبعا يا كابتن، يعني واحنا الحمد لله رب العالمين يعني الموسم ده خلصنا الدوري خلصنا الموسم قبل ما ينتهي بماتش واحد، الحمد لله رب العالمين الموسم اللي قبله واللي قبله الحمد لله رب العالمين كنا بنخلص قبلها بثلاث مباريات. طبعا لعبتنا غير الكوره، طبعا الكوره بيحصل فيها حقد لنقاط كثيره، لعبتنا في البولي بيحصل بس في كم النقط بيحصل في الكوره. صحيح. فالحمد لله رب العالمين طبعا احنا الكوره بتبقى قدامنا طبعا حاجه مميزه جدا، كلنا طبعا بنبص لها، طبعا كلنا سبورت جيم جامد، والحمد لله رب العالمين بيدينا دفعه برضه الكلام ده، والحمد لله رب العالمين محافظين على كل حاجه الحمد لله. اخر حاجه مستعدين لطلائع الجيش ازاي؟ يوم الاربعاء ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لحضرتك خلاص النهارده الصفحه وقفلناها خلاص، ان شاء الله رب العالمين بكره عندنا محاضرات وعندنا تمرين، ان شاء الله رب العالمين خلاص اللعيبه دلوقتي
هنعمل محاضره مع بعضينا خلاص يعني في صفحه الزمالك، هنبتدي نركز مع بعض ونتكلم مع بعض، وبكره ان شاء الله رب العالمين نركز في المحاضره ونركز التمرين باذن الله، وباذن الله الاربعاء نكون مستعدين باذن الله مباراه كبيره. كل التوفيق يا رب. كل التوفيق ليك يا كابتن، ويعني من هنا من البيت الكبير بلغ كل الفريق اداره ولاعيبه وجهاز فني ان احنا وراكم ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. كمان نقول خبر سعيد بحصول النادي الاهلي كمان على كاس مصر، بالتوفيق يا كابتن محمد. ان شاء الله ربنا يخليكم، مرسي جدا، ونلاقيكم ان شاء الله رب العالمين الكاس يكون في الجزيره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك يا كابتن عبد الله. كابتن عبد الله عبد السلام. طيب